أغقل قمش تبيلة هابل تلا مايوتا طلمنا أمتن بلطل نسابر متو مايوتا تشتش سوهورة موت تخيه لب خيوتا مبلن سهدة قبوت زدقن وهيا يوتا صرخت بموتا قاتن ويلا خامولادا قبض صوتا امتانيتا سهدا بزيادة آطر يمة هرمد روية دش من رجادة لتلن زدوتا أقرتي ليت الجرادة يوسف توما هرمس يوحنا إيشو جاجو يوبرت بنيامين شليمون والله العظيم الإعدام قليل بحقكم أنتم منا لازم الواحد يقلعكم من جذوركم من هذا البلد الآشوريين عندهم سوابق مع الدولة العراقية. سنة 1933 كانت هناك ثورة سميل اللي قادها البطريرك إيشا شمعون. بس أنتوا رجال أبطال، أنتوا تاريخ، تاريخ شعب عريق. يعني تقصد يوسف يوبرت يوخنا؟ أحد المحرضين للطلبة واللي تريد تغير المناهج. اليوم إلا خليك تعترف على كل ربعك.